5 أعوام على انطلاق عاصفة الحزم، وهو اسم العملية العسكرية التي أعلنها التحالف لدعم الشرعية اليمنية وإسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح حينها. ما الذي تحقق حتى اللحظة، وإلى أين تمضي الحرب ضد الحوثيين؟ العملية العسكرية التي كان مقدرا لها أن تكون سريعة ولا تستغرق أشهرا على أكثر تقدير كما تحدث حينها قادة التحالف ذاته، أصبح عمرها الآن 5 أعوام، ولا تزال تحتاج لوقت طويل لتحقيق أهدافها. في لحظة انطلاق عملية التحالف الذي تقوده السعودية، اعتقد اليمنيون أنهم أمام جهد عربي حقيقي لإنقاذ البلد وتخليص العاصمة العربية الرابعة من براثن طهران وميليشياتها المحلية، إلا أن ذلك كله ذهب أدراج الرياح الآن، وبات يقف اليمنيون بين هدف إسقاط سلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء وعدد كبير من العوائق التي صنعها التحالف ذاته. تمكن التحالف في العام الأول لتدخله من طرد ميليشيا الحوثي من كامل مساحة المحافظات الجنوبية وبعض المناطق في الشمال، ومنذ ذلك الحين توقفت الإنجازات العسكرية وتحولت مهمة التحالف باتجاه تمزيق البلد وتمكين الميليشيات، وهو ما يراه البعض الهدف الأساسي من التدخل. وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال هناك من يرى أن المشكلة لا تتجاوز سلوك الإمارات خارج أهداف التحالف، وأن السعودية لا تزال قادرة على تصحيح مسار التحالف، وأن الموقف الدولي كان السبب الرئيس في توقف عمليات التحالف أو عدم تحقيقه هدف استعادة الشرعية في اليمن حتى الآن. للنقاش سيكون معنا من تونس الصحفي عبد العزيز المجيدي، ومن مأرب الصحفي حسين الصوفي. وأبدأ بالسؤال المشترك مع حسين الصوفي من مأرب، ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب. أهلا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، أسعد الله مساءكم والمشاهدين الكرام والأستاذ عبد العزيز. أستاذ حسين، بعد مضي 5 أعوام على عمليات التحالف في اليمن، ما الذي تحقق؟ شكرا جزيلا لكم. بالنسبة لي هذا السؤال يجب أن نعود قليلا إلى الوراء، أن نعود إلى بداية الانقلاب في 2014 والعناوين التي كانت ترفعها ميليشيا الحوثي، حيث كانت ترفع عناوين يعني رفض الجرعة وغيرها من العناوين التي تغطت بها وتدثرت بها حتى وصلت إلى أن أسقطت الدولة. حينها وصف الدكتور عبد الكريم الإرياني بوصف لا يزال لاصق في الأذهان، وربما هو التوصيف الذي يمكن أن ينطبق على الحالة اليمنية اليوم، أنه وصلنا أو دخلنا إلى وضع شاذ، ليست وضع دولة كانت أو انقلاب حتى بالمعنى السياسي المعروف للتوصيف للانقلابات، لم يكن انقلابا كما يعرف، والانقلاب سيتم السيطرة على الدولة وإدارة البلد عن طريق يعني السيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه كان أبعد من ذلك. يعني بداية 2015 كان هناك مناورة تسمى مناورة الرسول الأعظم، هذه أضخم مناورة يعني نفذتها إيران على طول، وحينها قالت أنه على طول 100 أو مليون كيلو متر أو مربع في تلك الفترة في البحر والبر والجو. وفي تلك المناورة بالتحديد وبالتزامن وفي ذلك اليوم كانت هناك مناورة لميليشيا الحوثي على حدود المملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه هي البداية أو شرارة الانطلاق واستدعاء التدخل العربي الذي كان طبقا للقوانين الدولية وأيضا المواثيق العربية التي اتفقت عليها الدول العربية في جامعة الدول العربية وغيرها. وبالتالي عاصفة الحزم أوقفت تمدد المشروع الإيراني في اليمن، عاصفة الحزم أوقفت أن تتحول كل المدن اليمنية إلى الموصل وإلى حلب وإلى بعض المحافظات السورية التي تمطر بالبارود وبالبراميل المتفجرة وبالقصف. يعني مثلا إذا تحدثنا عن مأرب فإنها تعرضت خلال 4 سنوات إلى أكثر من حوالي 200 صاروخ ومقذوف، يعني لاستهداف منطقة يسكنها أكثر من قرابة 2 مليون إلى 1.5 مليون. وبالتالي هذه الميليشيا التي تعمل ضمن استراتيجية إيران التي تعرف بحرث الأرث، هي أداة، هي محراث
انقلاب أخلاقي، انقلاب قيمي، انقلاب اجتماعي، انقلاب عقائدي، انقلاب قبلي. يعني حرثت الأرض كما أرادت إيران، ولم تجنح للسلم أبدا، ولم تقبل أن تنفذ اتفاق السلم والشراكة مبدئيا، ولم تقبل مخرجة الحوار الوطني، ولم تقبل بالمواثيق الأممية والقرارات الأممية، ولم تقبل بالنقاشات واللقاءات والاتفاقات التي كانت تعقد في كل المحطات والجولات على مدار 4 أو 5 سنوات. وبالتالي كان هذا الذي يحدث اليوم من امتلاء السجون والقتل تحت التعذيب وتطييف المجتمع وإضاعة التعليم وإهانة القبائل والقتل والتفجير وغيرها من الأعمال الإجرامية وعاصفة الحزم مستمرة، فكيف لو لم تكن هناك عاصفة الحزم لتحولت اليمن إلى وضع كارثي بكل ما تعني الكلمة، إلى بغداد أو إلى يعني دمشق أخرى. ننقل السؤال ذاته وأبدأ به مع ضيفي من تونس الأستاذ عبد العزيز المجيدي. إذن أستاذ عبد العزيز، بعد 5 أعوام من انطلاق عمليات التحالف في اليمن، ما الذي تحقق؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين بكل خير. بالنظر إلى الإعلانات المتكررة عن من التحالف العربي نفسه بشأن الأهداف عاصفة الحزم، أعتقد بأنه يجب محاكمة أو التعامل مع هذه الأهداف بالنظر إلى ما أعلنته الجهات المعنية بهذا المسألة. يعني هي تحدثت عن مسألة إنهاء الانقلاب، إعادة الشرعية إلى البلاد، وهناك أيضا هدف رئيسي وراء هذه العاصفة متعلق أيضا بمسألة تأمين الحدود السعودية، وأيضا ما تعتقد أنه خطر حقيقي يمثل ذراع إيراني في اليمن لمصلحة النظام الإيراني ضد السعودية. بالنظر إلى هذه الأهداف في الواقع ليس هناك الكثير مما تحقق، هناك شكل من أشكال ربما البيع الوهم لليمنيين من خلال الحديث عن مسألة إعادة الشرعية إلى بعض المناطق وما إلى ذلك. الأهداف الأساسية للحرب لم تتحقق، ربما تحققت الأهداف الضمنية للتحالف الذي تم الإعلان عنه والذي ساهم قبل الإعلان عن التحالف أيضا في تدبير الانقلاب ودعمه ومساندته. اليوم كنا نتحدث عن انقلاب واحد في مواجهة ميليشيا الحوثية، اليوم نتحدث بعد 5 سنوات عن انقلاب، يعني انقلاب في صنعاء وانقلاب في عدن. الانقلاب في صنعاء رعته نفس الأطراف، والانقلاب في عدن ربما أيضا يكون أكثر خطورة لأنه أيضا قامت برعاية الأطراف التي تزعم أنها تدعم الشرعية، فكان هناك أكثر مغالطة من هذا الذي يحدث في أو حدث في المحافظة الجنوبية. بنفس الوقت أيضا فيما يتعلق ب القوة التي تتمتع بها ميليشيات الحوثي، كان واحد من أهم الأهداف التي قام عليها التحالف العربي هو تقويض هذه القوة وإنهائها وتدميرها، رغم أن هذه القوة هي أصلاً كانت للجيش اليمني، وبالتالي كان يفترض أن يكون هناك هدف متعلق بمسألة استعادة هذه القوة وليس تدميرها. لكن على كل حال ما حدث هو أن هذه القوة التي كانت في البداية لا تستطيع أن تصل إلى بعض مناطق حدودية داخل المملكة العربية السعودية، بعد 5 سنوات صارت تصل إلى مناطق العمق السعودي، وبالتالي هناك الكثير من الأهداف المتعلقة بالمملكة العربية السعودية نفسها وتأمين حدودها والأهداف التي تخصها في هذا الجانب تحديدا، هي أهداف تتعلق بوجودها أيضا لم تتأمن ولم تتحقق بالشكل الذي كانت السعودية تعتقد أنه سيتم. وبنفس الوقت هناك الأهداف الخفية للحرب التي شنها التحالف، هي تتحقق بكل تأكيد. هناك عملية تمزيق واسعة للمجتمع اليمني وللشعب اليمني وللمناطق الجغرافية اليمنية. اليوم ميليشيا الحوثي تتواجد بشكل كثيف في المناطق والمحافظات الشمالية كثيفة السكان، لكن بنفس الوقت السعودية والإمارات تحديدا تتجاذبان وتتنافسان على المناطق في شرق البلاد وفي المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى محافظة سوق طرا، ما يعني بأن الأهداف التي تم الإعلان عنها فيما يتعلق بجانب إنهاء الانقلاب ودعم الشرعية هي كانت عبارة عن عناوين فضفاضة استطاعت من خلالها ربما الإمارات تحديدا أخذ التحالف العربي باتجاه آخر لتحقيق أهدافها الخاصة، وربما أهداف لقوى أخرى وقوى تقف خلف الإمارات وأهدافها الخاصة. لكن ما يحدث هو حتى الآن هو أننا كنا بمواجهة ميليشيا واحدة، أصبحت هناك ميليشيات متعددة، السعودية لديها ميليشيات ولديها قوات عسكرية تتبعها لا تخضع للجيش اليمني، الإمارات لديها تشكيلات ومختلفة في الشمال وفي الجنوب
لا تخضع للجيش اليمني ولا للسلطة الشرعية. السلطة الشرعية عالقة في الرياض ولا تستطيع العودة إلى العاصمة التي يفترض أنها عاصمتها من أجل إدارة الحرب والمعركة مع الحوثيين. وبالتالي وجد اليمنيون أنفسهم بعد 5 سنوات من الحرب يواجهون حروبا متداخلة شنها التحالف العربي ضد اليمنيين بدرجة رئيسية. هناك حرب هدفها الأساسي أن لا تحسم شيئا، هي هدفها أن تبقي الوضع على ما هو عليه وأن تمزق البلاد وتبقيها واهنة ومفككة وممزقة، بحيث يسهل تم تحقيق أهداف طرفي التحالف فيما يتعلق بجانب الغنائم وتحديدا في المحافظات الجنوبية والممرات المائية والسواحل والموانئ والمطارات. وهذا الأمر أصبح واضحا ولا يحتاج إلى إثبات. المشكلة الرئيسية هو أن بعد 5 سنوات اليمنيون لا زالون أيضا يحاولون تجرع سم الوهم الذي تحاول أيضا السعودية يعني بيعهم هذا الوهم، والاعتقاد بأنها لا زالت تقف بجانبهم. السعودية لم تقف معنا، كانت تقف مع حساباتها الخاصة، ومع هذا كثير من الحسابات التي تركتها السعودية هي ترتد عليها. طيب، إذن في إجابتكما على السؤال المشترك ضيفي طرحتم الكثير من النقاط سنناقشها بكثير من التفصيل ضمن هذه الحلقة. أذهب للأستاذ حسين الصوفي من مأرب. أستاذ حسين، إذن كما يقول الأستاذ عبد العزيز المجيدي، اليمنيون يتجرعون سم الوهم، التحالف يقدم لليمنيون الوهم، ونحن نطرح هنا السؤال، هل كان تدخل التحالف ضروريا في اليمن؟ ربما في كثير من النقاط نتفق حولها يعني، ولا يمكن ان نقالط اليمنيين وايضا ان نقالط انفسنا، كما ايضا لا يمكن ان نكرر كلاما مستهلكا يعني. نحن يجب ان نقف وقفه موضوعيه وان نقيم تقييم حقيقي قريب الى حتى نصل الى قراءه سليمه، قراءه اقرب الى الواقع وتشخيص ربما أدق حتى تتضح الأمور أكثر. التحالف كما ذكرت وطرحت أنا في المقدمة أن كان هو بطلب من الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهذا كان طبقا للمواثيق أيضا العربية الدفاع المشترك وأيضا المواثيق الأممية، وأيضا وهذا ما أيدته قرارات الأمم المتحدة 2216 وغيرها من القرارات الأممية التي جاءت تعزيزا وتأييدا للتدخل التحالف العربي، إضافة إلى الخطر التهديد الوجودي والذي بشهادة كثير من قيادات الحوثيين حينها. وربما لو عدنا إلى الإرشيف في 2014 سنجد أن كثير من قيادات الحوثيين قالوا أن المناورة العسكرية التي كانت في حدود المملكة العربية السعودية كانت هي ربما المستفز، هي بمثابة اتصل بي يعني، هي التي كانت شرارة لبدء التدخل في اليمن يعني التدخل العسكري، بالرغم ان هناك كانت جهود كبيره تبذل من اجل الحلول والتسويه السياسيه، وكان بن عمر موجود في صنعاء في موفنبيك، لولا ان ميليشيا الحوثي قامت بتعطيل كل قنوات الحل بما فيها اخرها كان اختطاف الاستاذ محمد قحطان الذي كان يحاورهم وينما هم يفرضون سيطرتهم على صنعاء. وبالتالي هم كما قال الدكتور عبد الخالق المرياني حولوا اليمن الى وضع شاذ، وكما كشفت مجله انتلجنس التي هي ربما نطقت الاسم بشكل صحيح المختصه بالامن والمخابرات، ذكرت هذه المجله الفرنسيه على ان القائد الفعلي لميليشيا الحوثي والمتحكم بالقرار السياسي والعسكري والاعلامي في اليمن هو رضا شهلاي الذي كان الرجل الثاني في يعني في فيلق القدس الإيراني نائب قاسم سليماني. وبالتالي نحن نتحدث عن عاصمة عربية كما وصفها الإيرانيون أن واستبشروا بذلك بشكل كبير، وهو التوصيف الحقيقي والواقعي الذي قاله الرئيس عبد الرب منصور هادي في رسالته للأشقاء في التحالف العربي، قال أن صنعاء أصبحت عاصمة محتلة، وبالتالي هذا هو التوصيف الذي يعني يعتبر هو التوصيف الحقيقي لما يدور في اليمن بناء على ما ذكرنا من معطيات ومعلومات حقيقية ومؤكدة. طيب، وبالتالي كان يعني لابد من إيقاف هذه الميليشيا الإرهابية الطائفية. إذن كان لابد من ذلك أستاذ عبد العزيز المجيدي، وفي تلك اللحظة كان اليمنيون ربما غير قادرين على مواجهة ميليشيا مسلحة بسلاح دولة، ألم يكن تدخل دول الجوار وفق المواثيق العربية أمر جيد؟
سيدي الكريم، لا يستطيع احد ان ينكر بان ايران كانت لاعبه رئيسيه في الانقلاب الذي حدث في صنعاء، واعتقد بانها ايضا هذا الدور الذي لعبته ايران لم تكن لتلعبه لولا تواطؤ انظمه عربيه بينها السعوديه والامارات. يعني سنظل نذكر دوما بالتصريحات المعلنه من قبل الاطراف الخليجيه نفسها، ويتحدث عن اتصالات ومبالغ ماليه استلمتها الميليشيات من اجل الانقلاب في صنعاء، وايضا اسقاط ما يعتقد انه خطر متعلق بمساله ثوره فبراير. في هناك مشكله، ليست المشكله متعلقه مثلا بايران، اهدافها واضحه، هي تريد ان تسقط المنطقه بشكل كامل، وقد استخدمت كل ما تمتلك وما لا تمتلك ايضا، واستطاعت انها تطوع كل امكانيات من ما نعتقد انهم خصومها لمصلحتها، وبالتالي ذهبت هذه الامكانيات من اجل مسانده ودعم ميليشيات الحوثي وصالح في حينها، وتم اسقاط العاصمه العربيه الرابعه بالتعبير الايراني. لكن في نفس طيب ما الذي الوقت يثبت هو ماذا طيب ما هي الاثباتات فيما يخص هذا التواطؤ استاذ عبد العزيز؟ يا سيدي الكريم، هناك تصريحات مثبته تلفزيونيه انا اكثر من مره، وانا اقول بانه عودوا يا جماعه، عودوا، حتى الاعلام لا ادري لماذا لا يعيد هذه التصريحات في فلاشات، على الاقل تذكر بما تم من البدايات الاولى. هناك تصريحات لانور عشقي وهو يقول بان بلد خليجي دفع مليارات الدولارات للحوثيين من اجل ما يعتقد انه اسقاط حزب الاصلاح، وبالتالي نكث بهذه المساله وما الى ذلك، وقال بانه كان هناك اتصالات بين السعوديه والحوثيين من اجل يعني الو اسمعك استاذ عبد العزيز. يعني كان الحديث عن ان هناك ايضا اتصالات بين الحوثيين والسعوديه من اجل ايضا فك الارتباط بايران، وانهم مستعدين للتعامل مع هذا الحوثي، لكن في النهايه يعني الحوثي نكث وارتبط بايران. هناك مشكله متعلقه باداء هذه الدول، ماذا كانت تريد بالضبط؟ ليست المشكله ايران، اهدافها واضحه كما قلت، هي ارادت ان تسقط المنطقه بشكل كامل، وهدفها الاكيد هو الوصول الى المناطق السعوديه وتحديدا مكه والمدينه، بما ان هذه الرمزيات الدينيه من اثر كبير بالذات في قياده العالم الاسلامي. السؤال ماذا فعلت السعوديه خلال هذه الحرب؟ حتى النقطه المتعلقه بمساله الرساله الموجهه من الرئيس عبد الرب منصور هادي للملك سلمان بشان التدخل، هذه في النهايه كانت عباره عن تحصيل حاصل. هل سنصدق بان السعوديه استطاعت خلال عشيه وضحاها ان تقود تحالف من 14 دوله وان تشن غارات؟ طيب سنعود للتواصل معك استاذ عبد العزيز لتجاوز المشكلة. أعود للأستاذ حسين الصوفي. إذن كما قال الأستاذ عبد العزيز المجيدي وكما يقول البعض، التحالف هو لم يتدخل لتحقيق هدف استعادة الشرعية، بل كانت لديه أهداف أخرى، منها تقسيم البلد وتحقيق مطامع وغنائم أخرى، وهذا ما يحدث الآن. ايوه، هو لابد من في هذه النقطة بالذات، أنا أتفق مع ما ذكره كثير من ما ذكره الأستاذ عبد العزيز، وهنا يجب ان نعود الى ربما الى الوراء قليلا، او ربما ان نوسع النظره بشكل اكبر. لا يمكن ان نفصل ما يحدث في اليمن سواء كان بالتدخل للتحالف العربي او غيره عن يعني التغييرات التي تجري، سواء كانت تغييرات اقليميه او في الدوليه. يعني هذه كلها انعكست على الوضع في اليمن بلا شك. يعني لو عدنا إلى 2016 وقبل 2015 مثلا، حينما كانت القوات الشرعية والجيش الوطني والمقاومة الشعبية والتحالف حينما كانوا يصلون إلى نقاط حساسة مثلا، نتذكر أنه وصل الجيش الوطني إلى فرضة نهم في فبراير 2016. تخيل، يعني من 2016 تم إيقاف العمليات العسكرية بضغط دولي هائل. يعني كان هناك رحلات مكوكية عالية للمبعوث الأممية الأول، ثم تغير، ثم جاء الثاني، وكان الضغط متواصل حتى على المملكة العربية السعودية وأيضا على التحالف العربي، حتى وصل إلى مرحلة أنه تم إدراج المملكة العربية السعودية ضمن القائمة السوداء في مجلس الأمن باعتبار أنها كانت يعني انتهاك حقوق الطفولة وغيرها، حتى اعترضت يعني مندوب المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن وهدد بأنه سينسحب من مجلس الأمن، حتى رفع اسم السعودية من القائمة، إضافة إلى غيرها من الضغط الدولي الذي كان يجري بشكل كبير. يعني هذا كله وصل إلى أن يعني ربما بلغ ذروة التدخل الدولي أو
يعني خلخلت عاصفة الحزم أو تتويهها وإدخالها في تيه من خلال سنتين، حينما كانت أو استطاعوا أن يجروا الدولة مجلس التعاون إلى الأزمة الخليجية. من بعد الأزمة الخليجية حصل أن تم فعلا يعني دخلت البلد والمنطقة في تيه كبير لم تخرج منه إلى اللحظة، وبالتالي التسلسل أو إعادة واستعادة الأحداث من بداية عاصفة الحزم إلى 2016 إلى 2017 كان كلها باتجاه سليم، وكانت هناك مسارات يعني ربما مضبوطة، وكانت كلها تتجه بالاتجاه الذي كان يراد لليمن. لكن النفس الدولي أو التدخل والأجندات الدولية وما يسمى بالمسار الثاني، المسار الدبلوماسي الثاني الذي يأتي لا يأتي عبر القنوات الرسمية للبلدان والدول، وإنما يأتي مثلا عبر أطراف أخرى، هذا هو الذي ربما أثر وحاول أن يعرقل ويؤجل دخول صنعاء. ونحن نتذكر خطة جون كيري وغيرها من الخطط التي قدمت، وهذه كلها كانت تصب في الضغط على التحالف، حتى وصلنا إلى تصريح السفير البريطاني قبل أشهر قليلة وهو يقول أنه مستعد أن يعني تدخل الحوثي ميليشيا الحوثي في طلاق مع إيران، وهذا الذي طيب أستاذنك أستاذ حسين بأن ننقل هذه النقطة للأستاذ عبد العزيز المجيدي. أستاذ عبد العزيز المجيدي، إذن نقطة تحدث بها الأستاذ حسين وهي مهمة، ربما الموقف الدولي وتأثيراته وانعكاساته على مسار عملية التحالف في اليمن، لكن قبل ذلك لدي نقطة أريد أن أناقشها معك. كانت لديك ملاحظة حول الجيش اليمني، قلت أن التحالف ربما دمر الجيش اليمني. ميليشيا الحوثي في لحظة انطلاق عاصفة الحزم كانت تمتلك كما يعرف الجميع الطائرات والصواريخ وكل العتاد وإمكانيات الجيش اليمني، وكانت ربما لن تتورع عن استخدامه وفق الآلية التي تعامل بها نظام الأسد في سوريا، والكل يعلم ذلك. ألم يكن تدمير هذه الأدوات أمر جيد في سبيل تخفيف كلفة المقاومة والحرب ضد ميليشيا الحوثي؟ الثابت أن الجيش اليمني في النهاية كان بنيانه بني على أسس لم تكن وطنية على الإطلاق، كانت أسس إلى حد ما عشائرية قبلية طائفية إلى حد كبير. نحن علينا أن نعود إلى بعض التقارير لجنة الدفاع في مؤتمر الحلف الوطني، وهي تتحدث عن أن الجيش تركيبته بحدود 95% من هذا الجيش ينتمي إلى ثلاث محافظات شمال من شمال الشمال، وبالتالي كان واضح الصبغة إلى حد ما مناطقية والطائفية في هذا في بنيان هذا الجيش، وبالتالي كان جاهز لأن يلعب دور الميليشيات المساندة لميليشيات الحوثي باعتبارات متعلقة بالمشتركات الطائفية للجيش والميليشيا. بالتأكيد الآن كل عتاد وترسانة السلاح للجيش اليمني للميليشيات الحوثية وتحديدا بفضل علي عبد الله صالح. هذا الأمر بالتأكيد في النهاية تحول إلى عتاد لمواجهة اليمني وضربهم وقتلهم، وكان بالتأكيد مسألة أن ضرب هذا السلاح والعتاد بالتأكيد كان سيكون جزء من الحرب، لكن كان بالإمكان تسريع وثيرة الحرب بالطريقة التي تمكن اليمنيين من استعادة بلدهم وإسقاط الانقلاب. الحرب يا سيدي الكريم، وبالعودة للنقطة التي ذكرها زميلي حسين، في ديسمبر 2015 تحديدا كانت القوات الجنوبية قد قطعت الشريط الحدودي بين الشمال والجنوب في منطقة كريش وتجاوزت ووصلت إلى الرائدة. كان حصل هذا على وقع تقهقر كبير لميليشية الحوثي والصالح، وكان هناك تقدم مهم في هذا الجانب، وكان هناك حرب اشتعلت بشكل متزامن في جميع الجبهات. لكن في نفس الوقت صدر وصرخ أول صوت إماراتي في ذلك الوقت ويتحدث عن أن حزب الإصلاح لا يقاتل بالشكل المطلوب وما إلى ذلك، ثم بدأ يعني وبدأت استخدام اسطوانات الإصلاح من أجل تبرير سياسات بدأ أنها تشرع في عملية التقطيع والتقسيم للبلد. يعني مجرد أن تجاوزت هذه القوات الشريط الحدودي بدأ الصوت يرتفع بطريقة يعني تشير إلى شغل هدفه الأساسي تثبيت وضع. لو عدنا مثلا إلى مقابلة لمحمد بن سلمان في مايو 2017 وهو يتحدث بشكل صريح عما نعتقد أنه كان ربما جانب مجهولا لنا، هو يتكلم بأنه كان هناك نقاش مفتوح مع الانقلابيين بشأن أن عدن هي خط أحمر، وأعتقد بأن كثير من التقارير تحدثت عن اللقاء الذي جرى مع أحمد علي عبد الله صالح، ووجهت السعودية تحذير شديد لقوات علي عبد الله صالح بالتوقف عند الحدود بين الشمال والجنوب. قبل محمد بن سلمان تكلم عبد الرحمن الراشد وقال بأنه لو كانت قوات صالح وقوات الحوثيين توقفت في الحدود بين الشمال والجنوب لكانت السعودية قبلت بوجود دولة جنوبية ودولة شمالية.
السعودي اعتقدت بان مساله التجاوز الخط الاحمر والاتجاه بالجنوب هو مشكله بالنسبه لها، لانها تعتقد ربما بان الجزء الكبير من الغنيمه سيتم في مناطق الجنوب. هذا سيفسر لاحقا او سيفسر ما حدث لاحقا من سياسات اتبعتها المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه المتحده في هذه المناطق بهدف ايضا عمليه التمزيق وما الى ذلك. اذا كانت تقول بانها جاءت من اجل الشرعيه، فالشرعيه التي تتحدث عنها اين هي في عدن مثلا بعد 5 سنوات من الحرب؟ من الذي انقلب على الشرعيه في عدن؟ ومن الذي دعم التشكيلات المسلحه الموجوده في عدن بسلاح؟ وباي سلاح تم الانقلاب على الشرعيه في عدن؟ يعني هذه اسئله اعتقد بانه طيب سأحاول أن أنقل هذه النقطة للأستاذ حسين، لكن ماذا عن الموقف الدولي؟ البعض يقول أنه هو ربما السبب الرئيسي في توقف عملية التحالف وعدم تحقيق هدف استعادة الشرعية. يا سيدي الكريم، ما يتعلق بالموقف الدولي بالتأكيد الدول تتحرك وفقا لمصالحها، لكن أنت عندما تقول تحالف مكون من 14 دولة أشد كل هذه العجود ولا تستطيع أن تواجه دبلوماسيا هذه الضغوط التي تتعلق أيضا بمساله يعني التهديد الامني لوجودك انت كدوله، السعوديه مهدده. يعني الحوثيين ذراع لايران، هذا كلام منتهي منه. وكم حذر الناس واليمنيين بشكل كامل خلال الفترات الماضيه بان السعوديه هي الثاني، هي المهدده بفعل التطور الايراني في المنطقه، لكن في النهايه ما حدث هو ان السياسه السعوديه ذهبت باتجاه اخر، ليس له علاقه بانهاء الانقلاب اصلا. هو ربما كانت تهدف الى مساله انه كل الاطراف تكون مهزومه داخل اليمن بهدف ايضا عفوا ان تطيش يدها في الخارطه اليمنيه وتستطيع اعاده ترتيب المشهد بالطريقه التي تناسب مصالحها. لكن هذه السياسه من شانها ان ترتد على السعوديه في المدى القريب ربما او المدى المتوسط والبعيد، لان المخطط كبير للمنطقه، هناك خرائط قد اعدت وتقسيم وما الى ذلك. لكن كما قلت لك في الجانب الدولي، يعني انت تتحدث عن امريكا وبريطانيا، اما امريكا وبريطانيا نحن نشاهد بان امريكا وبريطانيا عباره عن يعني دول من الدول الحليفه بشكل قوي ووثيق مع المملكه العربيه السعوديه، فهل السعوديه لم تستطع اذا ان تضغط على هذين الطرفين اللذين يزودانها ويساعدانها في المعركه في الحرب؟ بالتاكيد يعني اذا لم تستطع ان تكسب ثقة هذه الطرف فهناك مشكلة لدى السعودية أيضا في هذا الجانب. لكن الواضح بأن هذا الأمر صادف هوى سعودي، هدفه الأساسي أيضا أن يعيد ترتيب المشهد في اليمن بالطريقة التي تلائم الدولة السعودية. السعوديين هدفهم بدرجة رئيسية تأمين حدودهم، وهذا الأمر لا أعتقد أنه سيحققونه بشكل بسيط وسريع. ولا أعتقد أنه أصبح قريب المنال من التحقق. يعني مسألة أصبحت إلى حد كبير صعبة. اليوم الميليشيات الحوثية تمتلك طائرات مسيرة، وبالأمس ربما احتفت بالذكرى الخامسة في إطلاق سرب من الطيران المسير باتجاه الأراضي السعودية، وهذا ما أعلن عنه التحالف العربي الأمس. هذا تأكيد على أن السعودية تخفق في تحقيق أهدافها الأمنية والعسكرية، وأيضا أخفقت بشكل مريع فيما يتعلق بالهدف المعلن وهو مسألة إنهاء الانقلاب وإعادة الشرعية. طيب أستاذ حسين، يقول الأستاذ عبد العزيز المجيدي ويقول كثير معه هذه الطرح، أنه كان لدينا مع بداية عملية عاصفة الحزب ميليشيا الحوثي، الآن باتت لدينا ميليشيا الحوثي وقوات المجلس الانتقالي، والبعض يوصفها بأنها أيضا ميليشيا لا تقل خطورة عن ميليشيا الحوثي. يعني ما الذي حدث وما الذي يمكن عن الحديث عنه الآن من أهداف وسياسة واستراتيجية للتحالف؟ هي هذا الذي كنت وايضا اكده الاستاذ عبد العزيز المجيدي، في انه حتى لو عدنا الى مثلا بعض الاسماء والرموز في ما يسمى بالمجلس الانتقالي، فاننا سنجد ان لهم مقابلات قديمه ولقاءات صحفيه تؤكد ارتباطهم بايران بصوره او اخرى، يعني واعترفوا هذا باعترافهم هم، يعني انهم كانوا ذراع او تلقوا دعما من ايران وتدربوا عبر الميليشيا او يعني اذرع ايران. وبالتالي كان هناك نقطه مهمه انا ذكرتها في اخر حديثي حول ما ذكره السفير البريطاني في تصريح للشرق الاوسط، وايضا اعاده في اتصال في لقاء هاتفي مع قناه يمن شباب، حينما اكد انه قال للمملكة العربية السعودية بأنه ربما يستطيع أن يقنع الحوثيون بالطلاق بينهم وبين
إيران، وأكد هذه الكلمة، يعني عاد تكرارها مرة أو ثنتين أو ثلاث، وكأنه يساهم مع بعض الأطراف في تقدير المملكة العربية السعودية أو يعني محاولة يعني مقارطتها، بينما أن كل دولة تعرف ما الذي يضرها وما الذي ينفعها، وكل دولة تقوم بعمل تقييم ولديها أجهزتها سواء كانت استخبارات أو الأجهزة التي تقوم يعني رصد المخاطر وتحديد الاستراتيجيات. وبالتالي الذي كان يظهر والذي يعني كان إن كانت تحت الطاولة أو ظهر بشكل علني، أن هناك نية لدى المجتمع الدولي ليس فقط بتجزئة اليمن وإدخالها في فوضى لا متناهية، وهي التي كان يصرح بها كثير من الأساسة سواء كانوا طيب الأمريكان أو لماذا لم ينجح، لماذا لم ينجح التحالف في كسب التحالف كما يقول الأستاذ عبد العزيز المجيدي، أنه اليوم من يضغط من المجتمع الدولي الولايات المتحدة وبريطانيا هم حلفاء للمملكة وللتحالف، لماذا فشل التحالف في كسب ثقتهم؟ ربما المنح الخطير بدأ للتحالف ولليمن، و ما أعطى مساحة كبيرة واسعة للمجتمع الدولي هي الأزمة الخليجية، خصوصا أن طرفا فاعلا في الأزمة الخليجية يمتلك أدوات فاعلة تحول باتجاه آخر، وبالتالي بدأ تشتيت الجهود وإدخال سواء المجتمع يعني مجلس التعاون الخليجي أو الحرب في اليمن أدخلها في مرحلة التيه وشتت الأسهم، وأيضا أدخلها في أهداف جانبية وأهداف جزئية، إضافة إلى ما ذكره ربما بات يفصح به كثير من السياسيين السعوديين وكثير من الصحفيين والمعنيين في المملكة العربية السعودية ومن لهم كلمة مسموعة، أفصحوا بشكل كبير إلى أن هناك طرف في التحالف يعني عمل على أن يقدم طرف يعني الإصلاح بكل صراحة، عمل أراد أن يقدم الإصلاح ك يعني عدو يعني يشيطن الإصلاح ويقدم أنه عدو للتحالف، بينما العدو الحقيقي هي ميليشيا الحوثي، وهذه واحدة من التي لم تعد خافية. يعني هذه النقاشات خرجت عن الغرف المغلقة، هذه النقاشات التي ربما كانت خلف الكواليس اليوم باتت واضحة، وآخرها ربما الاتصال الذي أجراه المحلل السياسي سليمان العقيلي لقناة سهيل في خلال اليومين الماضيين، وقال بكل صراحة أن هذه واحدة من الإشكاليات التي كادت أن تغرق السفينة. يعني الخطر داهم على اليمن وداهم على المملكة العربية السعودية، حتى خط سير المعركة الأخيرة كان يقيمها يعني قادة عسكريين وسياسيين في المملكة العربية السعودية بأن خط سير معركة نهم كانت باتجاه الجوف، والجوف كانت لمن لا يعرف أنها يعني مساحتها تتجاوز مساحة لبنان بثلاث أضعاف، وكانت مساحة كبيرة لإيذاء المملكة العربية السعودية من جديد. يعني توسيع الخطوط البرية أو الحدود البرية التي منها مخاطر على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى حدود العراق وبعض الحدود التي للدول التي تسيطر عليها إيران، وبالتالي الأشقاء في المملكة العربية السعودية يدركون جيدا خطر ميليشيا الحوثي وخطر التواجد الإيراني الذي بات في هذه المرحلة الأخيرة بات أكثر خطرا، خصوصا ما ذكره الأستاذ عبد العزيز المجيدي بأنه بات يمتلك أسلحة نوعية، ذكرها تقرير لجنة الخبراء أنها جاءت عن طريق دولة ما في التحالف، وهذه الدولة هي سهلت بعض التواصل المالي وتواطأت ربما مع بعض الأطراف، إضافة إلى الأسلحة الإيرانية وبعض الأسلحة التي وجدت أنها أسلحة أمريكية دخلت إلى الميليشيا الحوثي عبر كثير من الموقف الضجيج الذي يحدث حول اجتزاء من الحديدة واحد منها. أنت تشير وفق تقرير لجنة الخبراء لدولة في التحالف أنها سهلت وساعدت، هذه الدولة أيضا ربما هي متهمة اليوم بالعديد من الممارسات والمواقف العدائية ضد الشرعية. المملكة العربية السعودية لماذا لا توقف تصرفات هذه الدولة؟ لماذا لا يكون لها موقف واضح منها؟ في نقطة جوهرية ومهمة وربما هي واحدة من أكثر أو واحدة من الثقب الأسود إنجاز التوصيف، يعني الأداء الحكومي الضعيف سواء كان على المستوى السياسي أو الدبلوماسي أو بكل الاتجاهات، يعني هو الأداء الحكومي الضعيف هو الذي أوصل الأمور، ربما كان له اليد الكبرى أو كان هو الجدار الأول الذي انهار
أو الذي سبب كل هذه الكوارث؟ لو كان هناك أذان حكوميا يعني يستشعر المسؤولية ويتعامل بقدر كبير مع كل الفرص التي حدثت، يعني لا يوجد أن تم عقد اجتماع لمجلس الأمن مثلا مثل ما حدث في صنعاء، لا يوجد قرار قوي وعقد باتفاق وإجماع شبه إجماع في مجلس الأمن مثل 22/16، لا يوجد مثلا أن يتم فتح الحدود وكما فعلت المملكة العربية السعودية مع اليمن، وبالتالي لم يتم توظيف كل هذه الفرص واستغلال الاستغلال المهم والأمثل. الأداء الحكومي الضعيف، الأداء الحكومي المترهل، الأداء الحكومي الذي سبب كل هذه الثغرات وكل هذه الفجوات كان وراء ما كثير من القضايا التي وصلنا إليها اليوم. ويستطيع الأداء الحكومي إن أعاد ترتيب وضعه بناء على الاحتياجات، بناء على ما يتطلبه الميدان، يعني الميدان أحيانا ينفذ أشياء كثيرة، وأيضا ما يتطلبه الناس، ما يتطلبه اليمنيون من سرعة درع هذا الانقلاب وإيقافه وصده وإيقاف تطييف الشعب اليمني وغيرها من المخاطر. لو كان هناك فريق حكومي متميز يستشعر المسؤولية، وكما سمي في وقتها أو طالب الناس وضغطوا على الحكومة بشكل كبير أن يتم تشكيل حكومة حرب، هذه الحكومة تكون أهدافها واضحة، وربما لديها 4 ملفات. لو كثفت عملها في هذا الشغل استطاعت أن توقف الضغط الدبلوماسي والسياسي التي تقوم به بعض الدول سواء على اليمن أو على المملكة العربية السعودية. طيب يعني حسين، استطاعت ناشطة مثلا أن تدخل إلى الكونغرس، والحكومة لم تستطع أن تفعل ما فعلته بعض الناشطات. طيب أستاذ عبد العزيز المجيدي، أنت ربما كررت في حديثك أن التحالف جاء لتحقيق مطامعه وغنائمه من اليمن لا لاستعادة الشرعية، وأشرت أيضا إلى أن الحوثي تحرك وسيطر بدعم من المملكة العربية السعودية والتحالف. طيب ألم يكن الأفضل للتحالف وللسعودية تحقيق هذه المصالح الخاصة من خلال تثبيت سلطة ميليشيا الحوثي وصالح الذين دعمهم بدلا من أن يخوضوا هذه الحرب والتكلفة المالية التي استنزفت ميزانيتهم ربما؟ أنت تتحدث الآن عن واحدة من أكثر فضائح السياسة العربية التي عمليا تبدد كل جهدها في إثارة مثل هذه الحروب والصراعات التي العبثية التي لا تعبر عن شيء بقدر ما تعبر عن أن هذه الدول أصلا بلا رؤية بلا استراتيجية تتحرك في الفراغ، وأيضا بعقلية البدوي الذي يريد بالضبط أن يحقق أو يتحرك وفقا لأحقاده الشخصية المباشرة، هو شخص منفعل يعتقد بأن هناك ثورة حصلت في منطقة معينة وبالتالي يجب عليه أن يواجه هذه الثورة بكل تفاصيلها وهو مكلف إقليميا. بنفس الوقت نحن نتحدث أصلا عن فعل تم بهدف في سياق معين، كان السياق مهبوس بفكرة مواجهة تداعيات الثورة العربية في المنطقة العربية بشكل كامل وبشكل كامل، واليمن كانت جزء من هذا الأمر. وبناء على ذلك تم دعم ميليشيا الحوثي كما تقول لإجهاض هذا المشروع. لماذا لم يثبتوا هذه السلطة ويكتفوا بذلك ولا يدخلوا في هذه الحرب؟ تاريخيا هذه الانقلاب حدث من قبل طرفين هما الحوثي وصالح، وبالتأكيد هذا الأمر تم بالتفاهم والتشاور مع دولتين هما بدرجة رئيسية الإمارات العربية المتحدة التي تولت الدعم المالي، وفي الإضافة إلى تشهر سعودي وتواطؤ عبر عنه كما قلت لك أنور عشبي، يعني كان هناك محاولة من أجل استمالات الحوثي، لكن في النهاية عندما دخل الحوثي واقتحم صنعاء وتجاوز هذا الأمر أصبح هناك حديث في إيران عن إسقاط العاصمة العربية الرابعة، هذا أثار ذعر الرياض بالتأكيد وشعرت بأنها وقعت في مأزق وأن خازوقا ما يعني أصبح يشكل خطر وتهديدا لهذه الدولة، بالتأكيد تحركت. التقارير تتحدث عن التحرك لعاصمة الحزم لم يتم من خلال رسالة هذه، بل إن هذا التحرك ما تم واستغرق قرابة 4 أشهر، يعني مش معقول، يعني هذه وجه رسالة اليوم وغدا السعودية قررت إطلاق عاصمة الحزم مكونة من 14 دولة، يعني حتى لم يكن هناك وقت من أجل التفاهم مع هذه الدول وحشدها من أجل المشاركة حتى بالطائرات وأفراد وما إلى ذلك. في النهاية هذا جزء من العبث الذي يحدث في السياسة العربية، هذا يعني كثير من العواصم العربية عموما سقطت أيضا بمال عربي، ويعني المسألة لم تحدث خارج سياق السياسة الكلية العربية التي عمليا مرت في باتجاه أن تحمل العرب الآن والسياسة العربية الإخفاق الحاصل في اليمن، لماذا لا يكون الخلل في اليمنيين أنفسهم؟
من قال أنني أحملهم وحدهم؟ أنا لو لم يكن هناك رداءة في الطبقة السياسية اليمنية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لو لم يكن هناك مشكلة لدى النخبة التي حكمت البلاد من بعد الثورة، لا يعني لما حصل ما حصل. إحنا نحن واجهنا مشكلة لها علاقة برداءة هذه النخبة وهذه الطبقة السياسية التي لا تكترث لشيء، وأيضا لأنها في نفس الوقت ذهبت باتجاه المقايضة بأهداف الثورة التي كانت تعبر عن تطلعات الشعب، وذهبت لاقتسام السلطة مع نظام هو أصلا كان بالضرورة عليه أن يقوم بثورة مضادة حتى لو تم تقويض هذا النظام وإنهاؤه من الأساس. لكن مع هذا راحت تتشارك معه بعض المناصب وتركت الجيش والقوات المسلحة بيده، وبالتالي حصل معه. ما يحدث الآن هو نتاج لهذه السياسات المتخبطة. بالتأكيد الحكومة الشرعية لو استثمرت وتعلمت من الماضي ودروس الماضي لكان هناك شكل من الأداء المختلف عما يحدث. السعودية الحكومة الشرعية رمت كل بيضها في سلة واحدة وسلمت المفاتيح البلد للتحالف، والتحالف مضى يعبث كما يشاء. الرئيس يغرق في النوم في الرياض وحتى الآن لا أحد يدري ماذا يفعل. نائبه في كل وقت وهو في مكان ولا أحد يدري ماذا يفعلون. رئيس الوزراء أصبح عبارة عن سكرتير للسفير السعودي. يعني أشياء تحدث مقرفة وتدل أيضا على نكبة كبيرة لحقت باليمنيين بسبب هذه الطبقة السياسية. لكن بنفس الوقت أيضا نحن نتحدث عن مخاوف أمنية تتعلق بالوجود السعودي نفسه، وجود الدولة السعودية، وبالتأكيد كان طيب. يفترض عليها. طيب أريد أن أبقي ما تبقى من وقت أستاذ عبد العزيز، أستأذنك لخيارات اللحظة الراهنة الآن. أستاذ عبد الحسين بشكل سريع وفي دقيقة ونصف، بعد انحراف اليوم كما يقول الكثيرون مهمة التحالف وأصبحت أنها تدعم ربما تمزيق البلد وتدعم ميليشيات مسلحة، البعض اليوم يتحدث عن ضرورة إنهاء هذا التحالف والبحث عن خيارات وطنية لمواجهة ميليشيا الحوثي، هل يبدو هذا الخيار هو الأفضل الآن؟ القضية الوطنية يجب أن تبقى حية، وأيضا يعني اليمنيين سواء كانوا في عام 62 ويعني حينما قاموا بثورة الثورة العظيمة الثورة التي يفتخر بها كل الأجيال في عام 62 مع يعني ضد الإمامة واستعانوا بالأشقاء العرب حتى نجحت ثورتهم، هم اليوم يعيدون الكرة. ولا فرق يعني بين أن تستعين بالشقيق العربي وأن تصوب مسار إن كان هناك يعني مسار الأخطاء أو مسار الترهلات وتقوم. كيف يمكن يعني تصويب هذا المسار بعدما حدث وأنه اليوم اليمنيين سلمون كل شيء لديهم كما يقول الأستاذ عبد العزيز المجيدي للتحالف وأصبحوا بدون أي سلطة؟ نعم أنا ذكرت لك أن هناك ضعف في الترهل الحكومي في أداء الترهل في الأداء الحكومي، والضعف الحكومي كان واحد من الثقوب السوداء التي يعني أوصلتنا إلى هذا الحال. اليوم على الأحزاب السياسية أن تخرج من التعامل يعني السلبي الذي لم تثبت أنها كانت يعني قدر يعني المرحلة الخطر الداهم اليوم، وعلى أيضا الفعاليات سواء كانت الشبابية والإعلامية والمرأة وكل أطياف المجتمع عليهم أن يقفوا وقفة جادة، لأن اليوم نحن على مفترق طرق خطيرة جدا، إما أن تكون هناك بلد اسمها اليمن أو أن تنزلق إلى الهاوية وستكون هذه هاوية سحيقة لا قدر الله. اليوم القضية قضية الكل، قضية المجتمع اليمني من أطفال طيب وصغار وكبار طيب وطلاب وإعلاميين وصحفيين ومهنيين، كلهم عليهم أن يستشعروا هذه اللحظة. طيب إذن سيد عبد العزيز المجيدي نحن على مفترق طرق، واليوم يعني نحن نتابع أنه بمجرد تخفيض عمليات التحالف الجوية والقصف الجوي ربما ميليشيا الحوثي أعادت وسيطرت على عديد من المناطق كانت قد سيطرت عليها الشرعية، وبالتالي هناك صعوبة ربما قد تكون في مواجهة ميليشيا الحوثي في حال اختلال موازين القوة. سيدي الكريم لا تستطيع ان تخوض معركه ليست يعني لست من يقرر مصير هذه المعركه ولا حتى ادواتها ولا افرادها ولا عتادها ولا غير ذلك. يعني عندما تخوض حرب وانت لا تمتلك قرار هذه الحرب، انت تخوض معركه تصبح فيها عباره عن دميه تتحرك وفقا للاطراف التي تحرك هذه الحرب. وبالتالي نحن اربع خمس سنوات وقعنا في فخ واستمر على هذا الفخ واصبحنا نلعب داخل هذه التفاصيل، بل الى الكثير من القوى السياسيه اليمنيه اصبحت مستقطبه داخل التحالف وتعمل لمصلحه اجنده هذه لمصلحه اجنده التحالف. لم يعد هناك حس وطني بالامكان ان تستشعره لدى طرف من الاطراف، الكل يبحث عن مصلحته الخاصه على حساب البلد. الحرب قرارها ليس بايدينا، هناك من يقرر مسار الحرب هو من
يرفع وتيرة الحرب ويرخيها، وبالتالي أصبحنا عبارة عن تابعين في هذه المسألة. ربما لو حصلت يقظة ما تسعى باتجاه الضغط على الحكومة الشرعية والرئيس بأن إما أن يكون مثيرا لليمنيين أو أن يقرر بأن ينهي كل شيء، وعلى اليمنيين يذهبوا باتجاه تقرير مصيرهم بعيد. أشكرك جزيلا عبد العزيز المجيد الصحفي، كنت معنا من تونس، وأيضا الشكر موصول لضيفي من المغرب الصحفي حسين الصوفي. شكرا جزيلا لكم ولمشاركتكم معنا الليلة في فضاء حر. نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة. كونوا بخير.